بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير المرسلين. نرحب بالأساتذة الأفاضل الكرام. تحت عنوان الرسالة الموسومة الهوية الثقافية العراقية وانعكاساتها التربوية في عروض المسرح الجامعي، التي تهدف إلى التعرف على الهوية الثقافية العراقية وانعكاساتها التربوية في عروض المسرح الجامعي، تتمحور هذه الرسالة، أي تنفصل في الفصل الثاني، تنقسم إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول يتحدث عن النشأة المعرفية للهوية الثقافية بشكل عام. المبحث الثاني يتحدث عن الهوية الثقافية للمجتمع العراقي. المبحث الثالث يتحدث عن الهوية الثقافية للمسرح العالمي. في إطار محاضرتنا لهذا اليوم سوف نتحدث عن مفهوم الهوية الثقافية، الذي قسمته أنا إلى عدة محاور. ابتدأت بمفهوم الهوية على حدة، ومفهوم الثقافة على حدة، ومفهوم الهوية الثقافية. تحدثت عن الهوية كمصطلح. يتعلق مفهوم الهوية كمصطلح بالذاتية، بالوجود، له علاقة بالوجود الإنساني وعلاقته بالمجتمع كمفهوم للهوية كمصطلح منفرد. أما الثقافة، الثقافة بمفهومها العام هي معرفة شيء عن كل شيء، ولكن إذا أردنا تعريفها بشكل مفصل يجب أن ترتبط مع مفردة أخرى، كأن نقول الثقافة السياسية، الثقافة الاجتماعية، أو الهوية الثقافية. قسمت أنا العناصر الهوية، أو العناصر الهوية أيضا قسمت إلى أربعة عناصر. العنصر الأول هو عناصر مادية، اللي هي شملت الأموال والسكن وما إلى آخره. العناصر التاريخية التي شملت الأصول التاريخية والتاريخ. أما العنصر الثالث هو عناصر الثقافة النفسية، اللي هي تعني بنظام الثقافي مثل العقائد والأديان وما إلى آخره. أما رابعا عناصر نفسية اجتماعية، اللي هي تتحدث عن أسس اجتماعية مثل الاسم، المركز وإلى آخره. أما المحور الآخر الذي تناولته في المبحث هو الهوية الثقافية. الهوية الثقافية هنا أقصد السمات أو المميزات التي تميز أي مجتمع عن مجتمع آخر، سواء كانت باللغة، سواء كان بالدين، أو بالتراث، أو بالتاريخ. تقسم الهوية الثقافية إلى مكونات، وقبل الخوض في سياق أنه تقسيمها إلى مكونات، تحتوي على عناصر. هذه العناصر تقسم إلى ثلاثة عناصر، اللي هي العموميات، والخصوصيات، والبدائل. المكونات الأساسية للهوية الثقافية تنقسم إلى ثلاثة مكونات أساسية، اللي هي اللغة، الدين، التراث، والتاريخ. هذه العناصر الثلاثة سقطتها على المجتمع العراقي، وخضت في ضمار تفاصيل المجتمع العراقي أكثر. بشكل عام تناولت اللغة من ناحية اللهجة، اللهجة اللكنة لنقل، اللي تميز مجتمع عن مجتمع آخر. هذا فيما يخص اللغة. أما الدين فقد تحدثت عن الدين كصفة تميز المجتمع العراقي من ناحية التنوع، من ناحية الفكر العقائدي بشكل عام واختلافه، أيضا يعتبر ميزة تجعل المجتمع العراقي يختلف عن المجتمعات الأخرى من ناحية تنوع أعراقه. المكون الثالث هو التاريخ والتراث، ولم أقل التاريخ والتراث لأن التاريخ يختلف عن التراث. التاريخ يتحدث عن السرد التاريخي القديم، الأحداث السابقة، وهذه أيضا ما تجعل المجتمع يختلف عن مجتمع آخر من ناحية تاريخه، الأسس التاريخية التي تؤسس لهذا المجتمع. أما النقطة الأخرى اللي هي التراث، التراث هو الخصائص اللي نقول التفاصيل التي تستمر معنا، كل مواكبة لنا. مثال على ذلك هي الأغاني التراثية، الموسيقى التراثية، الأزياء التراثية، لنقل بشكل أدق أنه الفلكلور اللي تميزنا كمجتمع، من يتفرد بمميزات عن المجتمعات الأخرى الباقية. المحور الآخر الذي تناولته في هذا المبحث هو علاقة التربية الفنية بالثقافة. كيف لعبت التربية الفنية دور مهم
في نقل الثقافة، سواء كانت ثقافة معرفية، اجتماعية، سياسية، وليكن أكثر تحديدا فيما يخص عنوان الرسالة اللي هو المسرح، باعتبار المسرح هو أداة شاملة لجميع الفنون اللي فيها التشكيلي، نحت، وكل فروع الفنون، ويعتبر أداة ناقلة فاعلة تؤثر على المتلقي بشكل مباشر من خلال تقديمها للنص المسرحي، الشكل العام للفكرة والموضوع، وهي أيضا تؤثر على، ولذلك محور عملي في هذه الرسالة يدرس الانعكاسات التربوية اللي ينقلها المسرح إلى الطالب وما هي تأثيراته بشكل عام. الطالبة فاطمة جودت، قسم التربية الفنية. تستحي من السؤال؟ تفضل. تريد مفتوح الحوار؟ اي. سؤال، يعني هنا انت اكدت على الهوية، الهوية الثقافية، انعكاسات التربية الفنية. وانعكاساتها في عروض المسرح الجامعي. تعتقدين انه فقط الهوية الثقافية هي اللي قاعد تبرز؟ وأكو أشياء أخرى. لا دكتور، هو أكيد أكو أشياء أخرى، بس أنا تناولت جزء من هذه الأشياء الأخرى. يعني إحنا عندنا عروض تقدم، يعني جزء مثلاً الهوية الثقافية تكون في حوار بسيط، يعني فقط، بس بشكل عام لا، يتناول مواضيع مختلفة. بس في هذا بشغلي أنا تناولت فقط الهوية الثقافية، شغل عن الهوية الثقافية. نعم. ويجي حالاً العينة مالتش المستقبل المتاخذية العينة بعد. أنا يعني المجتمع البحث أخذت عروض، يعني العروض اللي تقدم في قسم أقسام المسرح في بغداد، البصرة، في الحلة، وفي الديوانية اللي توفرت طبعاً. يعني قصدي. إيه شو؟ العينة اللي حتاخذيها طبعاً. عروض مسرحية، عروض للشغل. نعم. عروض جامعية، لا عفواً. إيه دكتور. العروض هاي. نعم. تتوقعين الهوية هي فارغة بسيرة ليش؟ دكتور، هي اصلا بشكل عام اي عرض مسرحي يقدم عندنا نوع هوية، يعني بها هوية، يا اما ياخذ جانب سياسي، اما جانب اجتماعي. حتى العروض اللي تتخللها العبثية وضرب المراكز، هي تاخذ يعني جوانب من المجتمع مأخوذة. بس عيدي لنا بحث، ما شنو كانت المبحث الأول النشأة المعرفية للهوية الثقافية، المبحث الثاني الهوية الثقافية في المجتمع العراقي، والهوية الثقافية في المسرح العالمي. هذه مبحث تحقيق برسالة ماجستير. اي نعم. ليش ما تسمحي لي، ليش ما تخليني الهوية الثقافية من حكيتي على النشأة الهوية الثقافية من ضمن الهوية، زين باقي المسرح؟ يعني أنا أفضل إنه مثلا في الهوية الثقافية في كل مبحث، أفضل أن يكون هوية ثقافية ضمن المبحث الأول مع الأول تقسيم منطقي. لا أنا أشوف إنه ما إنه يركز فقط. أنا تابعته ويا دكتور كريم، يعني لأن أنا مسرح تابعت الموضوع كله، وكان تقسيم المباحث عليه يعني. يعني الهوية الثقافية يعني. قصدها أنت هاي المباحث ما تناولت المسرح. هي لا 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 هي سوت الهوية الثقافية كذا، الهوية فكرة المسرح صح، بس انا افضل انك تحكي عن الهوية الثقافية في المبحث الاول، ومن ثم توضحي لنا شنو العنوان نوعيته. اذا سمحتي لي، اذا سمحتي لي برضه فاطمة ركزت اولا على الجانب المفاهيمي، ثم بعدين تناولت الجانب التطبيقي. العفو ست، انا عندي نعم المبحث الاول اللي هو من حكيت انه قلت المكونات الاساسيه للهويه الثقافيه للنتافه، اللغه، الدين، والتاريخ والتراث، هذني يعني اعتبرا مؤسسات للمبحث الثاني، لانه انا بالمبحث الثاني دافع الهويه الثقافيه في المجتمع العراقي، تناولت اللغه، رجعت تناولت الدين اكثر تفصيل، تناولت التراث والتاريخ بتفصيل اكثر، يعني بدأت تخصص، يعني المبحث الاول لازم يخرج بالمبحث الثاني. بس انا مؤسس يعني اسمحي لي تعيد، بس للثقافه كان مو تعيس يعني. اي بلي دكتور، هاي انا يعني هذا مفهوم الشخصي الجرائي يعني؟ لا لا، يعني هذا مفهوم الشخصي انا لكلمه الثقافه بشكل عام، انه هي معرفه شيء عن كل شيء بشكل عام.
دكتور هذا تعرف. لا دكتور راجعي. سؤال واحد، شنو الفرق بين اللهجة واللكنة؟ لو ما تفرق اللهجة واللكنة؟ اي تقدي اللهجة واللكنة، فانت تبغين شيء واحد، تبغين شيء واحد، مو شيء واحد. اللكنة تختلف واللهجة. اللكنة حجمة بابا، حجمة. اللهجة لما نقول لهجة اللهجة يعني اللغة الدارجة، اللغة الدارجة لكنة خاصة. أما لكنة الحجمة يعني هذول اللي ينطقون، ما كل اللهجات اللي ينطقون بالعربية لاحظين أكو عندهم لكنة. نعم نعم يعني حتى الضبط في أهل البصرة لهجة، لكنة بغداد لهجة، لهجة العراقية. لا لا مو لهجة تختلف عن الشمال. لهجة العجمة يعني. بعد لا عندكم أسئلة علمية، لأن هذا أنا يعني باعتقادي هذا الموضوع الآن كثير قبل الجامعة إنه تقدمون محاضرة دراسات العلم طلبة الناس هو بين منفعة. احنا اولا حيطلع القسم والاساتذه، كان كل الاساتذه المفروض يتفرعون عليها، قد يساعدوك، قد تطلع بقضية معينه انه تنتبه. نعم نعم يعني مثل هاي ما متفت الا اللهجه ولا كنا صار يجي الشخص يصير الشخص اجري تعبري نفس الشيء. نعم، واكو قضيه كلش مهمه الاهتمام صراحه على مستوى العلم دراسات عليا، اهتمام بالمصطلح. المصطلح اينما يجب ان يكون الطالب مستوعب، اي يكون حتى يعني كلامه يكون يعني موثق من مصدر. يعني بالنسبه لهذا الموضوع الدكتور عماد اشار له، مصطلح الثقافة، أنت لازم عندك تعريف إجرائي له، مو تتناولي ما تعرف الإجرائي اللي أنت بنيتي أو اللي أنت صرتي، لا تتناولي أي مفردة عامية أخرى. لازم أكو شيء أنت مستندة عليه. حتى لو التعريف الإجرائي. دكتور تعريف معرفة شيء عن كل شيء ما ينسب الرسالة. ما نجرب الرسالة بس أنا هاي. بس إحنا قاعد نناقش أساتذة، كان المفروض يتناول مصطلح علمي. صح صح. أكو سؤال بعد أساتذة، طلاب الدراسات إذا عندكم سؤال زي يعني إحنا نحيي الطالبة فاطمة طرح الموضوع وهذا شيء جميل. زين سؤال وين سؤال آخر؟ أنت حكيتي الملخص المباحث كلهن يعني مو مال مبحث يعني لا. احنا سيمينار معنا كان تصورنا بين مبحث تاخذين او مكان يعني بس انا استعرضت بشكل سريع انه انا كنت استعرضت حتى الباقيين ياخذوه على نفس الحلقه. اي نعم ان شاء الله. المهم احنا نحييها انه هي طالبه متمكنه الحمد لله موضوعها فاحدثه السعر للطالب شوي اختصار. حاولي الاساتذه كلها اي هاي فرصه لهم فرصه. نعم بس اعرض موضوعي عن اذن المشرف سيد المشرف تعرضي موضوعك على خاصة من جانب الاختصاص المسرح دكتور سلامي دكتور عامر دكتور قدس. نعم الجوانب التربوية أكيد هو الدكتور ما يحتاج تراجعي بعد هو لا احنا مكن صراحة احنا رغم الإشراف المختص فيه احنا سواء الفريق محمد بالتعامل مع مشكورين طبعا بعض الأساتذة أساتذة الاختصاص فيما يتعلق بالمسرح ويعني هم على قدم المسرح حقيقة ما قصروا ويا الطالب. ايش قد منجز حاليا؟ تحليل. إن شاء الله. مطالبة بابا تبي بحث مستند ساتج أو غير مستند قد يمر. وأنا هذا. وقبول نشر. إيه دكتور أي ماني. مشكور شكرا. اسمك؟ طالبة فاطمة جودت قسم التربية الفنية.